هذه المسائل تختلطها أشياء كثيرة، يعني أكثر ما يظهر في قضية علم الغيب مسألة معبري الرؤى. نعم، هذه نقطة مهمة، وهذه نقطة جديرة بالبحث. نعم، فإن الرؤيا يراها المؤمن، ثم يأتي المعبر فيقول سيقع كذا وكذا وكذا. نعم، وغالب من يتقن التعبير من أهل التعبير يقع صوابا ما قال، فيقع التعبير على ما أخبر به. ففيما يندرج هذا؟ يندرج هذا في أن هناك ملك جعله الله جل وعلا لعباده حال نومهم، أطلعه الله على بعض الغيب. فلما نقول قال الله جل وعلا إلا من ارتضى من رسول، يدخل هذا الملك على الصحيح. فهذا الملك يضرب هذا المثل للنائم، لمن رأى الرؤيا. فإذا ضرب هذا المثل للرائي الذي رأى الرؤيا في منامه، فإذا أصبح حمل الرؤيا إلى معبر، فالمعبر لا يعلم غيبا لكنه قرأ رسالة الملك لهذا النائم، لأن هذه رؤيا صالحة، وما دمنا قلنا إنها رؤيا صالحة فهي من الملك ولا تسمى رؤيا صالحة، فهي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم لم يبقى من النبوة إلا مبشرات، الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. فيقع تعبير من يعبر على هذا المنوال، على هذه الطريقة، هذا أفضل ما يمكن أن يقال في تعبير الرؤى، ولا يمكن جحد هذا بالكلية، ولا الزعم أنه من الغيب الذي لا سبيل إليه محال، لأن هذا متواتر نقله مشاهد. كم من صاع من مسلم رأى رؤيا فعبرت فوقع الأمر كما أخبر عنها المعبر.